هلا ومرحبا بحسان دعدوش المبدع. الله يخليك ابو شهاب الغالي. شهر رمضان، شهر رمضان، شهر الطاعة والغفران، شهر جميل. أيوة. مبارك. وبي الحلو بي تلتم العائلة، ألفة هاي الحلوة، ألفة والتسامح. يعني انت مرات مثلا اذا عندك خصام ويا شخص، ممكن انت في هذا الشهر الفضيل ممكن تدعوه على الفطور تفك كل هذا النزاع. ففرصة حلوة انه يا رب ان شاء الله على عراقنا الجميل. انت منورنا بزرق ورق. الله يخليك، الله يسلمك ان شاء الله. الحمد لله. فوانيس اكيد متابع ان شاء الله برنامج. ايه فوانيس حلو، خفيف وظريف حلو. انا اليوم عازمك على السفرة. والله قدها، بس انا اقول قبل ما دام احنا وقفنا من القهوه، اي انا اشوف مظهره حلو شويه نشرب قهوه. يلا كوفي. اي كوفي شويه هاي درينك. كان يو درينك كوفي؟ ايوه وين هو ذاك الولد؟ يس مستر ابو القهوه. شلونك حبيبي؟ هاو ار يوز؟ انت اسلم عليك. شلونك عيني؟ لحظه قول لنا شنو عندك قهوه؟ عندي حلوه انطيني وسط مرة، انطيني هجوم قصدي حلوة. المرة هاي يسموه شوكليت. هاب شوكليت. والثانية شنو؟ هاي نفسها بس خليك شوي مرة. شلون تخليها مرة؟ بس هم شوكليت، طعم شوكليت حلو حلو. بيدك حبيبي، بيدك. الله يسلمك. الله لذيذة والله. كل طيب. بس مو مال واحد شرب راس المرة واحدة. لا 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 اذا ما طق بيها براحتك شوي. بس بس هاي بالفواتح يمكن ما ينطوا هاي. ايه لان هذا ظل سلخ وموقف يمه. ايه تسوي له هاي هذا فاز. ها شو؟ ايه تعال يمي تعال بس شوي. اكو ناس اكو ناس اكو ناس ما يعرفون هاي شلون تستخدم بالفواتح. ايه اكو شباب ما يعرفون شلون تستخدم بالفواتح. ايه بالفواتح اكيد عندك معلومة عادية. قول زين. قول لي هسه انت المفروض قاعد تقدم لي مثلا الزلمة. ايه قاعد تقدم لي قهوة. شوف قدم لي اياها بطريقه اعتياديه المفروض. زين هسه انا اذا رجعك اياها بهاي الطريقه معناته شنو؟ معناته تصب لبعض. اي بعض بس ما تسوي هيك. يعني يعني اذا اسوي هسه هيك. ايه يعني انا بعد ما اريد. حلو. ها زين خو كله ما اريد بعد شنو؟ هاي عادات وتقاليد موجوده عند اهلنا اكيد. حلوه وعند العرب ايضا. ايه مو بس يعني بالعراق حتى. انت شاي تشي لو قهوه تشي؟ انا شاي تشي. شاي تشي بالليل؟ اي شاي. احب الشاي اكثر. احب الشاي مباشره بعد الاكل بالمناسبه. أيه. مو يقول لك ورا ساعه، لا انا احبه مباشره. والله جماعتنا واهلنا العراقيين يحبوا الصبح وبالليل والمغرب أيه. هو اهم شيء. احلى شيء بعد الاكل يعني. صحيح. صحيح. انا منظر الدلال حلو يعني صاحب القهوه. أيه. عنده فد اتيكيت حلو يعني. صحيح. ان شاء الله نروح بعد قدام نشوف. مو الفنجان مره رجعه هذا؟ ها هذا استعمال مره واحده مو. يلا خير ان شاء الله. يلا نشيل. حلو. اجواء جميله واجواء في بغداد يا ربي. ما شاء الله الوقت متاخر. الحمد لله ان شاء الله امان. ان شاء الله دائما ان شاء الله دائما نكون فرحانين يا رب. والله خوش قهوه. اي قهوه و سامع عليك تحب الكلافه. اي من هواياتي طبعا يعني احب الهواياتي احب الاكل. اي وعلى وجه الخصوص تحديدا الفاصوليه. اي والفلافل. بسالك سؤال، تعرف تطبخ ولا لا؟ لو بس عاد جاهز. لا يعني بوتيته بيض. اي من نعرف لها. هذا ليس. لا تريد مرق؟ تريد لا. خلنا نذوقها قبل ال قبل ما قبل ما نسحب. خير ان شاء الله. يا بتهم تعالوا يعني. يلا تعالوا تعالوا. خلنا نشوف المزمز تعالوا انا. السلام عليكم شباب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شوكم عيني. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. يابا ممكن نذوقها؟ حبيبي. شوف حتى بيها واشر. ايه لا هي النقشه ممنوع. يقول لي هاي ليش مكوبه يعني؟ على مود يحتوي كل التجربه. حلو. يلا يلا هاي لحم المصري. طبعا مو فلافل على بالك تكه. ما شاء الله. لا يا ابي مزمز. شو رايك سحور نصف فلافل؟ عافيه. شلون اجواء رمضان وياكم؟ ان شاء الله زين. ان شاء الله فيها خير وبركه ان شاء الله. يعم علينا وعلى امك محمد. ان شاء الله يا رب دائما. الاخبار اكثر شيء يصير على فتره الفطور ولا على السحور؟ لا على مع الفطور اكثر. على الفطور اكثر، اكثر من السحور. ولا ساعه تقوم؟ والله ساعه ان شاء الله على الثنتين على الثالثه. انا اعرف ياخذون سفري مرات. ياخذون اكثر شيء سفر. صحيح مضبوط. ياكم
ما يقعدون مرات برا إيه. بس اللي مثلا عاجبه اليوم يفطر مثلا برا والاسعار نفسها الطعم لا الطعم ان شاء الله ما يتغير ان شاء الله الله يسلمك حبيبي موفقين ان شاء الله الله يبارك فيك كل مكان تلقى طيبين طيب. شوف بالضبط الفقير يعني العراقي حتى لو كان فقير ما عنده يطلع لك أيوة مي والله. اي والله هاي يعني حقيقه هاي نعمه طبعا يتميز بها الفرد العراقي في هاي دائما يصير عندنا مثلا يكون عندنا تصوير مخيمات ما نازحين شيء هذا غير هم ناس محتاجه ورادهم يعانوا يطلعوا لك شوفوا عندهم يطلعوا لك اصلهم يعني. العراقي اصله يعني هو الجود والكرم دائما فما شبعت من الفلابل والله على مود السحور اي لا طبعا الحلو هاي الاجواء الجميله والهدوء السلام عليكم شلون صحه غاتي الله يخليك دائما برمضان الانسان مرات يسعد وزنه مره حزن اكو ناس تعب انت شلون وياك والله انا اقول لك يمكن يعني الفطور انا ما اشتهي بس بعد الفطور اي الاغلبيه هيك اي الفطور انا ما اشتهي يعني فتشي لين التهي اعتني باللبن والتمر هاي بالبدايه اي هذا الاصح موت حتى صحيا بس المشكله مو تنترس بطنك بعدين ما تشتهي بالليل بالليل تيجي الجوع عليك مو صحيح اقوم الثلاجه براحتي مثل شغلاتي الحلويات احبها حلويات يعني كنافه اريدك هسه ابو الانجلوس الشخصيه مالته اه زين وهذا الموسم الجديد سو طلع لنا هاي كان شغله جديده وهاي سوينا شغل حلو بهذا الجزء الثالث وصارت عندنا مشاهد خارجيه اي وكبنا نمشي بالشارع بالستريت اي وبالستريت اشتري براحتك بعد ستريت اشتري براحتك على العيد نشتري براحتك يلا ان شاء الله نكمل مشيتنا ان شاء الله قبل ما نقرب لك ناخذ المكان راح نقعد فيه ان شاء الله ذا ستريت ان ذا منصور عند منصور اي عند منصور ازدهام ازدهام لبو الفادر بنانا يعني لبو موز ازدهام احلى شيء هاي الاجواء تكون موجوده بالشارع عالم اي يعني العالم قاعده تمشي اكيد طبعا هذا دليل على الامان والسيارات تمشي على اقدام بالضبط يعني صحيح. هذا الشيء يفرحنا ويسعدنا ونتمنى لكل محافظاتنا تنعم هذا الهدوء والامان والسلام نتمنى ان شاء الله بغداد وكل محافظات اكيد السلام عليكم شلون الشباب شلون صحة رمضان كريم كل عام وانتم بخير ان شاء الله احنا برنامج حلو اسمه فوانيس بس بيه فقرات حلوه بيه التحدي حساني ما اعرفكم مو اعرفك بنفسي حسان دعدوش احمد دقيقه اجازه سنوي خالد خالد بعد احمد مين جبتوه انا اخوي احمد اه خالد واحمد انا اقول خالد اشطر من احمد اي شلون هسه اقول لك تعال نونا شويه بالشمس انت قبلنا يلا هسه هذا فريقك هذا فريقي اي يلا خلينا نجرب شلون تبغى ردت بعدين شو يعني يفوز بهم شو انا سمك بشمس الشتاء اربع مرات دقيقة لا دقيقة انت ما مشمول ترى دب عليك الشوص والله يلا شوينا سمك بشمس الشتاء سوينا لا 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 يما سوينا ما في ابو شاب حيدبرها فريق يلا ابو شاب سوينا سمك بشمس الشتاء دقيقه خلنا طلع علت دقيقه السمكه وين وقعت عيد يلا اعطينا ثلاث مرات شانس اخر لا بعد مرتين هلا حبيبي هلا شوينا سمك بشمس الشتاء شوينا سمك تسوي لي هيك تخوف اخر مره خلنا طلع السن اخر مره يلا اخر مره شوينا سمك بشمس الشتاء شوينا سمك بس ما يشوع عشان ندوس على طبل ما حد تعال بس فين شو انا وسهلا شلون صح
حبيبي وصلنا الى مكان التحدي. مكان التحدي اللي قلت لك عليه. ايه. التحدي بهاي الحلقه هالمره لا كيك لا يعني لا حلويات زين. لا لفاش لا حامض حلو لا حامض حلو لا شرب بس في شربه بس في شربه في شربه حلو. حلقه اليوم راح تكون تحدي بيني وبينك. انا واثق انت راح تفوز. انت شوف شوف انا واثق. هذا طبعا هنا انا ربيته 6 اشهر ربيته كصغير. احنا ايش راح نسوي؟ يقول لك اكثر واحد ايه؟ يباع بالمرايه ايه؟ اثنين هم ايه؟ واحد مسجل بجيم صار اسبوع ايه؟ وواحده معزومه بعرس. شلون شيء بعرس وهذا يباع صار له 6 ايام يريد يطلع عضله. وداعتك استاذ من اول يوم هو يباع بال على اول يوم سجل اول يوم سجل يسوي ايش هو ماكو شيء. زين زين هذا التحدي هسه شنو التحدي؟ راح اعطيك بطل مال شربت. زين شربت شنو؟ زبيب. زبيب شربت يعني جلاسس عن زبيب. ايه عند اورنج. لا ماكو اورنج عند رمانز. رمانز ماكو. اوكي زبيب. هذا الزبيب طبعا كلنا نعرفه شربت الزبيب. اي طبعا شربت يعني شربت خاص بالملوك. ايه حلو ملوك العراق. ايه صحيح. كانوا يعني دائما يروحون يشربون شربة الزبيب من جبارة بشربة. اليوم موجود وين؟ وين؟ شارع الشارع الرشيد. شارع الرشيد صحيح. وهسه يكون هنا فرع موجود هنا راح نشرب من عنده شربة الزبيب. طبعا هو مفيد للمعدة. هو بس مو لك مو تشرب بس. اعرف انا راح اخذ الاحتياط اطلع خلصنا. اطلع بتراي. لا قبل تطلع بتراي راح نختار شباب اثنين هنا. يلا. حيكونون فريقك واثنين فريقي. زين زين. وانت يمك بطل وانا يمي بطل ونشوف مين راح يفوز. يلا انا جاهز. ترى مجامتك انك راح تفوز. لا بس لا انا بالتحدي ابويا بعرف هسه شوف خلي بالك تعرفه لا الله خليك تعرفه. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا رمضان كريم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. شباب اجواء حلوه بعد الفطور فاذا حابين تشاركوني ويانا في هذا البرنامج ان شاء الله. بس احنا شو عندنا؟ عندنا مسابقه. عندنا مسابقه تحدي. تحدي بهاي الحلقه بس بالتحدي ابوي بعرفه مو بس بالانجليزي دربايه. زين خلينا نشوف انت لو اني بالتحدي هسه تحدي يدوي. تسوي تحدي يدوي؟ يلا قدام الجماعه. كش كش بطل ودي هنا جيبها هنا. زين يلا يلا بس شجعوني. يلا دقيقه. يلا 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 اجمع وياك. لا ترى انا ما هذا التحدي اخذ له بس التحدي ما شربت هذا راح اخذ من عندك. شلون يا ما زبيب هسه شوف اول شيء شباب من مستعد منكم يشارك؟ عندنا بطلين زبيب واحد يم استاذ حسان واحد يمي يعني شو اسمك؟ محمد. محمد خلي اجيب الخاول وجهي لو هي ملاكمه مو هاي خاولي محمد لعد وياك. محمد فريقي. وانت شو اسمك؟ لو تعال وياي هاي صار عندك واحد بواحد. نروح نجيب لهم نجيب لهم بس خلينا نشوف لنا بعد اثنين. زين حتى حضروا اثنين شباب وياك واثنين وياك. يلا هسه جايكم خلينا نحضر بعد متسابقين ونجي هذا يخلص البطل المسكين خاف بعدين يسوي شيء. لا 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 هو طبعا كلاص. ايه نجيبه بارد حتى ثاني يوم بالكندي. زين الشباب الموجودين نعم. نشوف هنا الشباب. السلام عليكم شلونك عيني شلون صحتك حبيبي؟ مرحبا شلونك رمضان كريم عليك ان شاء الله. شلون اجواء رمضان وياك؟ الحمد لله شكرا يا ولد ان شاء الله. عندنا مسابقه تحدي ايهما يستطيع يشرب الشربت بسرعه بسرعه خلصه؟ اي بطل كامل. بطل كامل ايش كذا ايش قد بطل؟ باللتر؟ باللتر؟ لا نص نص. بس سهلة بس الشغلة زينة ان البطل بعد وياك واحد بي ثاني مش كده اصلا يطلع. يلا حلو شنو اسمك وكا تعالينا حبيبي رمضان كريم عليك. لو اسم حضرتك مروان. مروان مروان استاذ حسان راح يقول لك على مسابقة احنا نسويها بالحلقة تحدي ما شربت يا اللي شربه بسرعة يعتبر هو الفائز. مسوي رجيم ولا شلون؟ هو هم في هو هم شرب زبيب. شرب زبيب ان شاء الله. على زبيب لو على الرمان؟ لا على زبيب. اه ايه مخاف ازدحام نطلع زي المعدة. نطلع الرمان زين المعدة ولا الزبيب بوايد فوائد. شنو الفوائد؟ بوايد فوائد واهمها انه هذا الشراب كان المفضل للملوك. شراب الملوك؟ العراق. المعدة صارت يلا شنو شنو عندك؟ يلا سهل السلام عليكم. الله يسعدك شلونك حبيبي؟
كان يو درينك ذا زبيب يعني من هذا المعتق من راس القوري؟ اي موجود. اي رادين هسه ايش قلت له؟ دار شربت. قلت له تقدر تشرب شربت؟ اي احنا نريد شربت. اي عشان شنو نقول له؟ هاي الانجلوزي مال بيض مالتي مال الزرق ورق خلاص طبعا صح تدري تدري قواعد زين بس مثل ما عرفت من السالفه شربت من عندك give me the four glasses زبيب give me هذا صحيح give me هاي هاي هسه صح هاي ترجمه اي هسه شربت من عندك بس مو بتروس زبيب احنا زبيب رد بطل كامل ذني فارغات احنا راح نعبي بدنا البطل بطل يعني هذا بطلنا بال ابو شقيت هذا باللتر اي خلي نشوف اطلع بيت راي يلا اوكي اي هذا زين هذا كل زين ها زين بيسه ها زين ها تمام لا طقه واحده زين اي زبيب الخليبي زبيب مو رمان لا لا زبيب اي رمانز لا رمانز لا بس زبيب بارد؟ بارد يا ما اوكي اوكي اذا بارد اخي كولد 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 من جانب العمود اي صب انطلق انطلق روح بالقصبة؟ ايه لو هيك شيء زبيب جو بالقصبة لا اذا بالقصبة يتاخرون بس هي حالاتها ياخرهم ها؟ ايه 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 لو نخلي اربع قصب بالبطل هم كلهم بس متى وصل القصبة شو؟ لما توصل ايه هذا؟ هذا واحد هذا واحد تعال بابا صعده بالجنطة شو لونه ليش يا بابا لون نفطي؟ ايه ايه العلبة هاي العلبة؟ ايه انت ما سامع مثل شي يقول؟ شي يقول شوف العلبة واشربها مو اسطرها زين واحد لا؟ اي بعد واحد شو يعطينا اياه بالقطره زين احنا نشربهم بالقلاصات ايه فلازم شنو ناخذ اربع قلاصات ايه بس لازم ما توقعوا تزاغوا لا لا ما يصير لا لا هاي يمه قلاصات هاي قلاصين جمعتك واربع تشوز مو لازم انت تفزها من القلاص تشوز منهم لا تعاندهم بعد تشوز منهم اوكي يلا شباب جبنا لكم يلا كم واحدة اخذت؟ هاي اربعة؟ اي اثنين لي يلا اثنين لك اوكي يلا تعالوا يانا يابا شكرا جود بايز هاي الا بقلاصات ابي صمت اي 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 العب شنو؟ نبدا ب باقي المكان شلون برا؟ لا لا نروح ناكل نروح نقعد ولا اكيد وصلنا فريق وين فريق اللي يجي من اجي فريقي تعال مروان محمد منان عفتيش ابو بسرعه عافك لا بسرعه عافك يابا يابا احنا عندنا وقت معين لازم نخلص بيه شربه اول شغله بس ما راح تشربون ما تشرب بيدك بيدك خليها لي ورا استاذ حسان هو راح يصب لكم وهو يلزم يلا لا هيك لحظه بس ما يصير توقع بالقاع لا ماكو لا لا سهل بالتساوي ها هو تقريبا جولتين اي جولتين كافيه جولتين كافيه ها جاهز جاهز بس قلنا الايدي الخلف اي اديكم ني ورا تسلقي انا سويت اياها هيك ماشي والله انا لا يدنجون عليها ان شاء لا 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 يلا ولا همك هنا يعني اثنين زمهم اي واحد اثنين ثلاثه يلا اعطينا مجال بلا زحمه عليك رحم الله ولدك راح اصير نصكم تعال 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 شلوني واحد اثنين دقيقه 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 لا لا انت شنو ادري منقص صدق كذا لا وعدني وعدني قلنا ايدك ايدك ماكو ايدك ماكو احمد اعطينا كيو احمد مصور ريم قرب راسك قرب راسك واحد كيو ايه ابدا باو ادري شو انتم عماله طالعين صدق شنو بعد 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 هذا العينتين استلم السريع عافيه والله سبع اول واحد يلا تعادل تعادل هاشت ايدك اوكي اوكي دقيقه دقيقه بعد ادري لهم يلا يلا ما عليه لا حبيبي لا بعد دير بالك مو توقع بالقاع ماكو 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 ايش يلا روح روح ابو السايبه ادري صدق اقول لك صدق شربتين هذا خلصت يلا ابطال ابطال يلا يا معودين
دقيقة. ها صدق جماعتي شنو؟ بطل 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 بطل. حلو. بعد شوي بعد شوي. هذا خلاص هذا خلاص بقى شنو؟ كله طلع الكلاس مكتوب ميد ان تشاينا طبعا. صدق كذي حتى البطانة. يلا كمل. أنا مخلصوا جماعتي. هذا فريق أولي فاز بكم شباب. هاي هذا. بس بدأتي شلون شربت شنو؟ أدري شافوا شنو خنزيرة؟ من وين إدارة قبل؟ سبع عافيات سبع عافيات. زين أقدام يعني هذا 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 مال تعزيلة هذا المش هذا لي ألف عافية. لا لا ما يصير ما يصير إيده الناس هو يشربون. يابا حكم رابع أنا. ألف عافية إن شاء الله شباب. شكرا شباب. شكرا لروحكم المرحة والمشاركة يا رب. إن شاء الله موفقين وشهر خير عليكم إن شاء الله. ماشي هسه راح صار وقت السحور تقريبا قربنا عليه. جماعة كلهم ماكلين. اي طبعا احنا لازم نلحق وما ناكل. خير إن شاء الله. ما شبعت من هذا الشرف. لا وين بس طلعت فيه تعال انا سفري نطلع ناخذ سفري. يلا شباب فرصة سعيدة. شكرا بالخير. مع السلامة ابو جاسم. وداع للرشاقة. ناخذ صورة. اوكي يلا يلا هاي الحمد لله الحمد لله. هذا مجهود اكيد ثمار تعب صار وسنين اكيد اكيد الحمد لله. اكو برامج يعني بقت تبارك الحديث. والله شوف يعني انا دائما تحديدا لبرامج اللي اشتغلتها برمضان. اكيد اكيد. شوف احنا كل عمل نشتغله نترك به بصمه. كان عندي مسلسل اسمه عالم سوهيبه بي لازمه حلوه ربينا على هذا المسلسل. اي اكيد هو بلازمه اكبر واحد لازمه لازمه هسه في بزرق وراقب ضلع الماينشل وايضا هم يعني لازمه حلوه كانت التبوب الكليسي. الجماعه كلها تغمت نهواتها وقاعد اسوي بالعافيه عليهم. وهذا يسعدنا طبعا نحب الناس هاي فد النعمه من رب العالمين ويحملنا مسؤوليه اكثر بعد تقدم اجود والافضل والحمد لله والشكر. انا ايه تدلل هسه اني كل ما تمشي تحلى صير احلى واحلى. ها شنو جماعتنا هنا جماعه النسبه اول يوم حلو حلو الصوره ناخذها. نشرفنا الشرف تعال. اذا مثل ما تشوفون الشرقيه بكل مكان الحمد لله. مراسلينا وشبابنا المقدمين البرامج كلهم موجودين ببغداد بكل محافظات ينقلون. الشرقيه رقم واحد الان اكيد. التلفزيون العراقي الاشهر تلفزيون الشرقيه حتى ينقلون اجواء بغداد وكل المحافظات في شهر رمضان. اكيد اكيد يعني الله يساعدهم الشباب ايضا هم من اكيد من اكيد هم نقول لهم رمضان كريم كل عام تبلف خير لكل العاملين في هذه القناة الجميلة قناة الشرقية. كل زملائنا وكوادرنا ومكاتبنا الموجودة في كل دول العالم. أكيد أكيد. أنا بطني بدأت تقرقر. والحلو الصورة HD. إيه. زين. نحن وصلنا. إيه. المشي زين خاصة بعد العشاء. يقول لك تعشى وتمشى. طبعا مثل ما تشوف المحلات من الملابس أغلبها بعضها تتعزز. اي صحيح. الشباب بدأوا يعزون محلاتهم بس تبقى المطاعم والمطاعم اي مفتاح. والحلو بالموضوع اكو هسه بغداد صارت الكافيهات تفتح 24 ساعة. هاي معلومة يعني البعض ما يعرفها مرات من اقولها يستغربون. اي لا مستمرة صحيح. اكو هنا ب 14 رمضان قريب كان علينا مستمرة بس الشفتين اللي يشتغلون بها الشفتين بالضبط اكيد. أيه. ما يقدروا هاي 24 ساعة قاعدين. لا اكيد اكيد. شنو يشتغلون شفتات هذا الشيء ما كان جدا ضروري. انت تحب الرقيلة؟ بيني وبينك إيه. مرات انا ما احب الدخان. مو زين. اي انا ما اشرب دائما بس من شافوني كذا مرات يشعلوها مرات. لا انا ما ادخن. احسن زين. من شافوني بالمسلسل بالارجيله قلت لهم يابا بالتمثيل. بالتمثيل بس شنو لو تعرف المعاناه اللي عانيتها لان عندي ربو قصبي تاذيني فبس لضروره المشهد كنا لازم أيه. لازم دخان ولازم شرب. اكيد اكيد الحمد لله ما تنفع عصاير. بس احنا قبل يلا مسحر مسحر. السلام عليكم. هلا حبيبي. تعال حبيبي.
وصلنا هسه لاهم فقره بالنسبه لي. لا هي هو السحور يعني بعد وصلت، لان احنا مشينا هواي وجولة حلوة، ما حسينا بالوقت بصراحة. الجو أكيد، واللي الحلو بهذا الشهر الفضيل إنه الناس بساعة متأخرة وهم أكيد هم ينتظرون السحور. تنتظر السحور أغلبها بعد ما باقي. شنو رأيك؟ شلونك اليوم؟ والله بما إنه أنا يعني مسوي رجيم. مسوي رجيم على مدير رمبال؟ لا لا أنا يعني لا بصورة عامة. زين بس كبابتك لحم دجاج معلاق قلب سوي سفري لعد المره خلينا نشوف بس اريد اشوف الطريقه اللي يسوون بيها شلون. تعال خلينا نشوف طريقه مو بس إيه؟ طريقه لا انت ايش المره بيدك شوف. والله انا شي شي بالقاع. السلام عليكم، شلون صحه؟ كريم عليكم، رمضان كريم قلبي. الله يسلمك، شلونكم عيني يا ابي؟ يقول لك الاسطه اسطه ونص صدق؟ اسطه ربع. ليش ربع يا خمس غرامات؟ ما هذا عمل الكباب مو سهل، يراد له اسطه. حضرتك صار لك هواي بهذا المجال؟ نعم 10 سنين ما شاء الله. انت عمرك ايش قد؟ 10 سنين. 10 سنين يعني عمرك 10 سنين وانت بس ايش قد عمرك؟ يا الله ايش قد؟ 27 ولي ابي 17 قصدي انه الخلطه مالتها حتى ما يوقع. شنو السر بي؟ غنم، والغنم واحده يوقع دهين زين، نضيف له عجل زين. اكو بي مثلا يضيف له طحين؟ لا غلط. يعني معلومه انه لازم غنم ويا عجل. اليوم احنا تحتان اليوم صاير كباب يتسحر. عاجبني كباب. اي ولازم هو بيده شوي يستغله زين. واذا وقعت الكباب هاي لا هم مسويها لازم قبل ميري يا تمشي كيف كده. هو طبعا هذا يسموه دبل غير هذا. انا بالنسبه لي هذا شيش واحد معقولة؟ هي. والله سيء ولا تكلفون ها؟ لازمها وين؟ ايش قد؟ بحلقة انت ليه اللي احتياط سوي فيه؟ كلكم احنا مرة رجع يلا على بركة الله يا عشت ايديك زين ها مو بطريقة مو رأسا شنو؟ ها لازم اخر الكباب اخر مو هذا لازم يحركه لكن بالبيت اي اي صح اي بس مره اكلت الفحم اللي انشلب بالكباب. ليش يعني طعم الفحم مو اقول لك وين الفحم شلون؟ طماطم بصل مشوي دارينا يعني احنا هذا شو وقت نقلبه بعد شويه طبعا الى 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 وقت معين إيه. يعني سوى الوقت اللي يوقف بيه على التسقاه محسوب شلون طلع هذا وراك شفته ما ينشل هذا من الدنقل للدنقل وصلت له هذا اللي يشقر له انت مثلا إيه. اكو واحد يقول لك مثلا اريده بست وزايد ويا الاحسن صحيا ست وزايد اي إيه. مو طماطم الطماطم اكثر من الباقي ما شاء الله. لا اني احب التكه دجاج. التكه دجاج اي اكل المفضل التكه دجاج بس لين من باب التغيير حلوه هاي ثلاثه لك؟ لا واحد لك والله ما تضيع بوجهك تدور عينك. This is هذا اللحم this is تيلي يعني is this تيلي يعني ما طلي وغنم يقول عليه غنم. احنا طبعا نعتذر من المشاهدين على قساوة المنظر مو صحيح؟ نشوفه شوف دعت بس نشوفه يا بس يقول بجوع هذا ينزل يهلهل ايه بس اذا مطق عادي يعني طبعا اكيد الكباب والتكة من الاكلات الشعبية العراقية البغدادية المشويات وانا بالمناسبه احبها بالمطاعم الشعبيه اكثر من المطاعم الحديثه ما اعرف ليش يصير لها نكهه مو المطعم يكون نظيف ولي غاد هذا يخبز ما كنا خباز يلا عزل هنا يعني انتم شلون تجيبوا جاهز ما تسوون بداخل لا صمون انتم تجيبون صمون وخبز بس والله الاطيب خبز خبز من التنور
بعدها مو؟ ايه بعد جبنا المعون وين المعون وين الشرب؟ هذا الخبز العراقي وهذا الكباب يا بيه ترى هذا مو اللي طريقه ايه ما شاء الله منقص منقص دين منقص كباب ناخذ كبابنا يلا خير ان شاء الله هذا شوي احنا اذا نعوز نجيب بعد بس هو منقص مو مثل ما قلت ايه الازرق مو ايه على الازرق يلا حبيبي هذا الكباب شباب شايات بدو قلبك دارينا انت من هواة الباباسي لو الشايات يلا شاي لا شاي مو احسن اي شاي حلو يعني هذا المنظر بوحده يسوى له شده على بركة الله اكو ناس تحب الشاي اي رحم الله والديك اكو ناس تحب الشاي ويا الاكل اكو ناس تحبه بعد الاكل كم اللي قمتك قول لي تحبه ويا الاكل بعد الاكل بعد الاكل بعد الاكل يعني ويا الاكل شايف هاي شو يسموها الشرك خلوه انا حتى القماي خليه ويا الاكل العافيه الأماكن الشعبية قريبة إلى نفسي أبوج من الأماكن المغلقة بلها طلب نفسي مطار مفتوح الشباب قاعدة كل زين صحة زين نشوف العوائل قاعدة يتمشون يروحون على المطاعم This is ليمونز ليمونز This is بس الزين جرجير؟ لا كدرة كدرة يعني خضرة من تصير حمراء اوقف وهذا This is kebabs بريد 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 خبز هاي مضبوطة واخيرا دا انا بالكيس ابي اعرف بالكباب ابي اعرف الله الخبز العراقي الطيب الله عافية عشت ايدك حار امش حار عشت ايدك اش حار هذا اسمه زين ما الكباب بصلز بصلز اي مليون شبيب بصلز زين المعده يقول لك زين المعده اي تحب البصل كل الاوقات لا بس نتحرج به لان انت طبيعه عملك مثلا اي مثلا تناوله بشكل عند شاي سنجين تحبه بالجلاسز لو بالاستكانز يا ريت ولا فاشوك ويا ما تمعون صغير مرافق حار ترى بالمعون صح بالمعون شوي يا انا كل سعد يوم تضيفنا برنامج فوانيس الله يسلمك حبيبي ابو شهاب وحلقه كانت كلش ممتعه بوجودك الله يسلمك انت لطيف مقدم جيد الله يخليك كل ما حاب تقولها للبرنامج وبنفس الوقت لجمهورك بصراحه من خلال برنامج فوانيس نقول لي ناسنا العراقيين داخل العراق وخارج العراق رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير وتحياتي وتقديري لمقدم البرنامج الرائع أحمد الخفاجي دوم الموفقين والنجاح الله يخليك حبيب قلبي عمره إذا مشاهدينا نشكر أستاذ سعد عدوش اللي نور برنامج فوانيس نشكر كل الناس اللي شفناهم وسلمنا عليهم وأخذوا ويانا صور وتونتنا وياهم التفاعل الحلو اللي صار أكيد بوجود فنان القدير حسان دعدوش هذه مني تحية لكم إن شاء الله نلتقي لكم حلقة جديدة من برنامج فوانيس تحياتي أخوكم أحمد الخفاجي صعد الجامعات بابا